اديها هي بتضرب حقن يبقى الفيديو ده ليك. بتضرب حقن يبقى الفيديو ده ليك. بتشم بودرة يبقى الفيديو ده معمول علشانك. الاستفاضة كلها مش عاجبك، الفيديو ده هيعمل لك اعلى دماغ. ولو انت من هواة الكيمي كيميكا او فيلم الكيف بتاع محمود عبد العزيز يبقى من الاخر الفيديو ده ليك. بعد طول انتظار ladies and gentlemen معانا النهاردة فيديو عن المخدرات. يلا بينا. اول كلمة معانا النهاردة وليها علاقة بالمخدرات هي المخدرات الغير شرعية او الغير قانونية. هو في مخدرات قانونية؟ اه طبعا في مخدرات بتستخدم في اغراض طبية، لكن المخدرات بتاعتنا النهاردة الغير قانونية اسمها illicit drugs. illicit drugs يبقى في drugs دي عقاقير او مخدرات عادية بنستخدمها في اغراض طبية، وفي illicit drugs. يبقى لو عاوز تبقى محدد وتقول مخدرات غير شرعية او غير قانونية هنقول illicit drugs. خلينا نبتدي باكثر انواع المخدرات شيوعا في مصر وهو الحشيش. الحشيش بالانجلش اعزائي المشاهدين اسمه ويد، وممكن تقول عليه هاش هاش برضو، اوكي؟ فويد ويد او هاش، تمام؟ ما تشربوش. ها تاني حاجة معانا ودوت الدماغ ليف يعني اسمه البانجو. البانجو وده جاي من نبات اسمه الكانبس، اوكي؟ واللي جاي منه برتال الحشيش برضو، لو حد كيميائي يصلح لي. في الانجليش البانجو اسمه ماريوانا. ماريوانا انا اسمع يعني مش عارف اسمع ان وجه قبلي بيشرب بانجو ووجه بحري بيشرب حشيش، وانا بشرب لبن قبل ما انام. في كمان نوع ثالث مشهور على مستوى العالم وفي مصر هنا ودوت بيخاطب الطبقه الكحيانه اسمه تضرب كيمياء. كيمياء بالانجلش اسمها ناركوتكس. واللي ما يعرفش كيمياء يعني ايه، انت بتروح تجيب دواء صراصير على دواء كحه وتحطهم الاثنين على بعض وتضربهم باي طريقه، يعني بتبقى حاجات موجوده في الصيدليه بس هم بيخلطوها بطريقه ما عشان تعمل دماغ. بطل ضحك. عندنا كمان بقى سكه اللي روح ما يرجعش والحاجات الخطيره جدا وهي الكوكايين، وده بالانجلش اسمه كوكايين كوكايين. وعندنا كمان هيروين هيروين اللي هو الهيروين، بس ما تقولش هيروين، هيروين هيروين. خلصنا بقى من الانواع بتاعه المخدرات الغير قانونيه والغير شرعيه. تعالوا بقى نتكلم على اهم التعبيرات اللي ليها علاقه بالمخدرات. اول تعبير معانا لما معاليك تبقى عامل دماغ، تمام؟ دماغ كده بالانجلش اسمها I'm sky high، يعني دماغي في السماء، خلاص طلعت من السقف. I'm sky high I'm sky high. انا مش واخد حاجه على فكره. عندنا كمان كلمه او تعبير it's a buff buff pass. buff يعني نفخه وpass يعني تعدي، يعني انفخ وعدي، انفخ وناول. بنقول عليها بالعربي بين الكيف مناوله، يعني تناول اللي قصادك مش مقاوله، يعني وانت السيجاره كده حي بيها، لف بيها على الناس يعني. It's a buff buff pass. ده اكسبريشن مشهور جدا. مدمن مخدرات بالانجليزيه اسمه drug addict. drug addict ودي الكلمه الفورمال. وفي كلمه ثانيه مش رسميه informal اسمها junkie، يعني بتاع ابر، روح اضرب بعيد عني. يبقى عندنا drug addict drug addict و او junkie. ده 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 junkie. كمان ممكن نقول على مدمن المخدرات he's on dope، ايا كان نوع المخدرات اللي هي بيضربها he's on dope. طيب ايه عكس مدمن المخدرات لما يبقى تعافى؟ بنقول عليه he's clean، نظيف يعني، مش نظيف واخد لسه شاور ومستحمي، هي كده بالانجلش he's clean he's clean يعني متعافي. المكان اللي بتضرب فيه المخدرات مش عارف بنسميه ايه بالعربي، غرزه باين حاجه زي كده، المهم بالانجلش اسمه crack den. كراك كراك برضو معنى من ضمن معاني المخدرات يعني كراك دان، او بالامريكان انجلش بنقول عليه شوتينج جاليري شوتينج جاليري. نفس بالانجلش عموما سواء مخدرات او سجاير او شيشه او اي حاجه اسمه هيت هيت. خد لك نفس تيك ا هيت تيك ا هيت هيت. عندنا كمان تعبير او مصطلح go cold turkey. go cold turkey معناها انك تبطل المخدرات فجأة، توقفها فجأة، اوكي؟ فخليني مثلا اديك مثال. John went cold turkey يعني John وقف المخدرات فجأة مش على مراحل، او بطل مخدرات. John went cold turkey.
طبعا بس الفيديو كان غرضه ان انا اعرفك على شويه تعبيرات ليها علاقه بالمخدرات، ما اقصدش ان انا اشجعك على الموضوع لان حاجه سيئه جدا 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 وبتدمر حياه ناس كتير. اتمنى ان انتوا تاخدوا الكويس وتسيبوا الوحش. ده وبي اول. لو الفيديو عجبك شير يا معلم، وسلام.